بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله المصطفى الأمين، وعلى إخوانه أنبياء الله ورسله أجمعين. صاحب المعالي الأستاذ الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، رئيس المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية بجمهورية مصر العربية، أصحاب المعالي والفضيلة والنيافة والسعادة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ويسرني أن أنقل إلى جمعكم المبارك تحيات صاحب المعالي الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي ورئيس هيئة علماء المسلمين الشيخ الدكتور محمد بن عبد الكريم العيسى، وتمنياته بالتوفيق لأعمال هذا المؤتمر الدولي المهم، واهتمامه البالغ بموضوعه الحيوي المعبر بصدق عن حرص على خير البشرية وسلام مجتمعاتها، واعتذاره عن عدم تمكنه من المشاركة لارتباطات واجتماعات رسمية مجدولة مسبقا في نفس الموعد. أيها الحضور الكريم، الناظر في التاريخ بعين الإنصاف لن يجد في شهادة التاريخ القريب والبعيد صدى للدعوات الجزافية التي تطلقها بعض التيارات المادية التي تربط الأديان بفواجع التاريخ ومآسيه الدامية. فالمتتبع بالتدقيق لنتوءاته وسقطاته لن تخطئ عينه براءة الأديان من جل هذه الفوادح التي أشعلها أنانية الإنسان ومادية قيمه وجشعه وتطلعه إلى خيرات الآخرين بعين لم تتهذب بقيم الأديان ومثلها التي قدمتها للبشرية على كافة الصعد الروحية والاجتماعية، وبخاصة في بناء العلاقات الدولية الإيجابية. لذا فقد آن أوان أن نقول جميعا وبصوت واحد إن الأديان لم تكن سببا في الصراعات الأسوأ في العالم، ولكنها المفتاح الأهم للعودة إلى السلام الذي يسعد به الجميع. وبراءة الأديان من وصمات الحروب المضنية لا تعني عصمة أتباعها، كما لا تنفي استخدامها في تمرير أجندات استعمارية وأطماع أنانية تستتر برداء أديان ما فتئت تعبر عن تسالمها في أصولها ونصوصها وتراثها الذي تتعامى عنه القوى المتطرفة بتأويلاتها المتعسفة وتبريراتها الواهية وجرأتها الفجة على مصادرة الدين واستدعاء شذوذات الأفكار وسيء المواقف. السيدات والسادة، لقد أدركت رابطة العالم الإسلامي منذ تأسيسها أهمية السلام والحوار مع مختلف الأطياف والعقائد، واختطت لنفسها ما يعزز الثقة بين الأطراف المتخالفة ويزيل ما رشح من أوزار يحملها أصحابها، ورأت في منصات الحوار الديني والحضاري الجامعة لمختلف القيادات الدينية والطوائف الرئيسة فرصة سانحة لإعادة بناء القيم العالمية على أسس من التسامح والتعايش الإيجابي الذي لا يسمح لعمق اختلافاتنا أن تكون أداة يديرها المتطرفون ومنظروا فكرة الصراع الحضاري على الجانب الآخر. فقد اتفقوا على جعل الخلاف الديني فرصة لتحقيق أهدافهم الأنانية
والتي لا علاقة لها بالدين وأطروحاته التي تؤسس لسلام البشر وتعايشهم. إن الاختلاف في الدين ليس مدعاة للاقتتال والاصطراع الذي يهلك الحرث والنسل، بل هو ميدان تسابق في الخير والبر والقسط. والآخر دينا أو جنسا أو ثقافة هو أخ في الإنسانية وشريك في عمارة الأرض والأوطان بما حبانا الله وحباه على السواء من الكرامة الإنسانية. فلا يفضل بعضنا بعضا بتمايز جنس أو لون أو عرق، فالتفاضل عند الخالق تبارك وتعالى ميزانه التقوى، كما قال عز وجل في القرآن الكريم: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. إن الحوار بين أتباع الرسالات الإلهية والحضارات الإنسانية في مناسبات كهذه هو حجر الأساس في بناء العلاقة الإيجابية المستدامة، وهو فقط ما يمكننا من تقويض خطط الصراع الذي تفرضه علينا القوى المتطرفة التي تؤمن بصراع الحضارات وحروب نهاية التاريخ، وتستعدي الآخرين عبر دعوات التخويف من الآخر ونشر الفوبيا المفتعلة التي ترتكز على رؤى منحرفة لا تعبر إلا عن جهل فاعليها. أيها الجمع الكريم، في العشر الأواخر من رمضان المبارك عام 1440 من الهجرة النبوية المباركة، وبرعاية كريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود حفظه الله، عقدت رابطة العالم الإسلامي مؤتمرا عالميا تاريخيا بجوار الكعبة المشرفة، حضره زهاء 1200 شخصية من كبار مفتي وعلماء ومفكر العالم الإسلامي يمثلون كافة الاتجاهات والمكونات الإسلامية. وقد أطلق المجتمعون وثيقة مكة المكرمة التاريخية، والتي اعتبرها المراقبون إحدى أهم وثائق هذا القرن، حيث عبرت بجلاء عن موقف إسلامي موحد في كافة نقاطها الجامعة. وهذه الوثيقة هي خلاصة عصف ذهني راكمته دراسات متواصلة تستند إلى وعي مسؤول بضرورة التحرك الحضاري والعمل الاستراتيجي للحد من الانتشار المتزايد والمخيف لخطاب الكراهية والعنف والتمييز العنصري والتخويف من المسلمين والإساءة إلى نبيهم صلى الله عليه وسلم وإلى مقدساتهم واتهام دينهم بالتطرف والعنف والإرهاب والإنعزال. في تجن سافر على 1.5 مليار من المسلمين المؤمنين بالتعايش والحوار، فكان هذا الاتهام مدعاة لإجراءات غير متوازنة مع المسلمين ومساجدهم ومؤسساتهم، علاوة على أنه خرق غير مقبول ولا مبرر للمواثيق والاتفاقيات الدولية الداعية إلى تعزيز الحوار والتعايش السلمي بين أتباع الرسالات الإلهية والحضارات والثقافات الإنسانية. وقد دعت هذه الوثيقة التاريخية إلى إرساء قيم التعايش وتحقيق السلم بين مكونات المجتمع الإنساني، والتأكيد على أن المسلمين بكافة الجهات والمؤسسات الإسلامية العالمية الممثلة لهم يرون أنهم جزء من هذا العالم. فلا يسع أحدنا التنصل من مسؤولياته أو النكول عن واجباته في التواصل مع كافة مكوناته لتحقيق صالح البشرية وتعزيز قيمها النبيلة وبناء جسور المحبة والوئام. وتضمنت الوثيقة
مجموعة من المفاهيم الإسلامية المعبرة عن رؤى أصيلة ومتجددة قائمة على الانفتاح المتوازن على متغيرات العصر، تدعو إلى المساهمة في معالجة القضايا المستجدة التي تستقطب اهتمام الأسرة الدولية، وتشجع على الانخراط في صلب المناشط الإنسانية الواعية إسهاما في تعزيز قيم الحوار والتفاهم والتعايش والاحترام المتبادل التي جاء بها الدين الإسلامي وحضت عليها الرسالات السماوية. وفي الختام أشكر صاحب الفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية على رعايته الكريمة لهذا المؤتمر، كما أشكر معالي الأستاذ الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف ورئيس المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية على الجهود الكبيرة التي بذلها لعقد هذا المؤتمر، والشكر موصول لكافة الحضور الأكارم. وأسأل الله العلي القدير أن يوفق الجميع لما يحبه ويرضاه، والحمد لله، وسلام على عباده الذين اصطفى، وسلام عليكم من رب غفور رحيم.